من البوابة الاقتصادية تحاول تونس العودة بالعلاقات إلى سالف عهدها مع جارتها ليبيا. وفد تونسي كبير يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، يقوده رئيس الحكومة هشام المشيشي. يضم الوفد عددا من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات لحضور منتدى اقتصادي ومال في طرابلس وفق هشام المشيشي. الأخير شدد على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع طرابلس، ويأمل في أن تمد له يد العون اقتصاديا. كذلك استمعنا إلى الاستعداد التام اللي قدموه أشقائنا الليبيين، قدم به السيد رئيس الحكومة لمساندة تونس في الفترة اللي قاعدة تمر بها هذايا، نتيجة بطبيعة الحال للظرف الاقتصادي اللي تعرفوا من تأثيرات الكورونا. ورغم الوضع غير المستقر في ليبيا، فإن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد البيبة تعهد بدعم تونس اقتصاديا، خاصة مناطق جنوب تونس المحاذية لليبيا، وبإعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية. وقعنا اليوم لله الحمد اتفاقية متعددة البنود تهدف في مجملها إلى زيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين. الطرفان بحثا قضايا أخرى غير الجانب الاقتصادي، أبرزها الجانب الأمني وفتح الحدود وإزالة القيود وتسليم المطلوبين. كما طلب الجانب الليبي من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، طلب قالت بيبا إن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن. قبل بداية أحداث 2011 ارتبطت تونس وليبيا بعلاقات اقتصادية واجتماعية وثيقة، علاقة رغم تأثرها بالأحداث فإن تونس بقيت وجهة مفضلة لكثير من الليبيين للسياحة والعلاج.